مساء النور والبركة، نشرة الأخبار من تلفزيون سما إليكم أبرز عناوينها. كنا 8 ساعات إلا بساعتين نكون بحلب. ممر التايها في ريف حلب يعود للعمل بعد أكثر من 3 سنوات على توقفه. الفلسطينيون يعلنون الإضراب الشامل في رام الله والبيرة، والاحتلال يواصل خنق القطاع في غزة. وعام على انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا، وخيرسون تنهي إجراءات الاندماج. بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات، ممر التايها على أطراف منبش في ريف حلب الشرقي يستأنف عمله بتسهيل حركة المواطنين القادمين من محيط منبج والعائدين إليها. للحد من معاناة الأهالي الناجمة عن تحكم المجموعات الإرهابية المسلحة، ممر التايها في ريف حلب الشرقي يستأنف عمله بتبسيط إجراءات الدخول والخروج إلى مدينة منبج من خلال السماح للمواطنين بالعبور بسياراتهم الخاصة أو بوسائل النقل العامة بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات. تم فتح معبر التايها بعد انقطاع دام أكثر من 3 سنوات. كانوا منبج، خاصة منبج وريفة، يعانون يروحون على معبر شعيب الذكر أو معبر الطبقة 300 كيلومتر، بينما المسافة 100 كيلومتر من هون. أول شيء في عبء مادي وعبء معنوي وعبء مسار طريق وعبء للمرضى وعبء للسفر، ويخفف عبء كبير جدا. نشكر على المعاملة الطيبة هاي، مشكر الدولة السورية على ذلك. كنا 8 ساعات إلا بساعتين نكون بحلب للمرضان وللي صار ولكل كل شيء، يعني عبء كثير علينا. صارت 3 سنوات الطريق كان مسكر، هلا بساعتين بتصل حلب. كويه هناك صعبه بس الحمد لله ماشي الامور، الحزمه هون سهلتوها علينا. قديش كان ياكل معكم الطريق؟ 6 ساعات، 7 ساعات، 6 ساعات حسب اللي قالها الشوفير. وهلا هون؟ هون ماشي الحال. الله يعطيكم العافيه، الله يوفقكم ويجزيكم الخير. يعني كنا متعذبين هناك بالروحان وبالجيان متعذبين، وبنتي برضانه يعني. نضل ساعتين يعني على الطريق شيء 4 5 ساعات مستمرين. لا الحمد لله زين الوضع. استئناف عمل المعبر يعد بمثابة شريان للحياة لطلاب وموظفي ومرضى وأهالي المنطقة، بعد أن كان طريق العبور الوحيد لهم يمر من مدينة الطبقة، ويحتاج العابرون منه إلى ما يقارب 7 ساعات قبيل الوصول إلى مقصدهم، مقابل أقل من ساعتين عن طريق ممر التائها. يعني الطريق يعني صار أحسن من أولي بكثير. يعني أولي كنا نروح من هون لحلب نضل شي 9 ساعات، هلا لا الحمد لله ساعتين، والطريق كثير يعني خف علينا. وبالنسبه لنا عناصر الجيش العربي السوري الله يعطيهم الف عافيه، يعني لا وقفونا ولا شيء، بس يعني شيء روتيني وفورا مشينا. والله وفروا علينا كثير جهد، لان المسافات فرق طويل، وانظلموا اهل منبج والمنطقه الشرقيه الشماليه عموما. والله يعطيكم العافيه، وفي فرق طبعا بالجهد وبالمال، وبتعرفوا الوضع المعيشي اليوم يعني. اي والله يا حجي، احنا كنا من الصبح نطلع من الساعه 6 ما نصل للمغرب، بينما هنا اليوم طلعنا الساعه 10 من منبج للحين بالتايه، ساعتين لنا بحلب، يعني الساعه 1 حلب 12:30. كنا نطول من منبج الى حلب 9 ساعات، واليوم ان شاء الله شغلت ساعتين لا تكون موجودين بحلب. خطوة إيجابية اعتبرها المواطنون مكرمة من الدولة السورية التي استجابت لمطلبهم، وكانت كما اعتادوا عليها أما رؤوفا تضع البلسم على كل جرح من جراح أبنائها. لقناة سما الفضائية عباس جورج، معبر التايها في ريف حلب الشرقي. شن مقاتلو العشائر هجمات ليلية منسقة ضد مواقع لميليشيا قسد الانفصالية في ريف دير الزور الشرقي، وذلك رغم الدوريات التي نفذتها قوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة. وحسب مصادر أهلية، فإن ما يسمى التحالف الدولي نفذ دورية في المناطق الساخنة ساندت ميليشيا قسد لدخول مناطق البصيرة والرغيب والحوايج على أطراف بلدة ذيبان والعزبة وجديد عقيدات. وبالرغم من ذلك، فإن مقاتلي العشائر ومع حلول ساعات الليل شنوا هجوما واسعا استمر لنحو ساعتين، استهدف عناصر ميليشيا قسد المتمركزين بمدرسة الشبكة ونقطة قرب نهر الفرات في بلدة شحيل، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بصفوف الميليشيا.
أعلنت سلطات العدو الصهيوني فرض حالة الإغلاق التام على الضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة متذرعة بما سمتها الأعياد اليهودية. هذا واستشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة البيرة، كما أصيب آخر بجروح في الأطراف السفلية في جبل الطويل. واليوم عام الإضراب الشامل مدينة رام الله والبيرة تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة. هذا وأغلقت المدارس والجامعات والمحال التجارية أبوابها وسط دعوات لتنفيذ وقفات احتجاجية. هذا وقد أصيب جندي صهيوني جراء رشقه بالحجارة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم شرقي قلقيلية، فيما نفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار في جنين ونابلس. وفي التفاصيل، استهدف المقاومون مستوطنة ميراف شرق جنين بصليات من الرصاص المكثفة. وفي نابلس أطلق المقاومون النار صوب جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز حوارة. كذلك اندلعت مواجهة في المزرعة الغربية شمال رام الله عقب اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنيه أراض في القرية. رحب المجلس الوطني الفلسطيني بتصويت المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على مشروع قرار اعتماد تسمية دولة فلسطين بصورة رسمية في الوكالة الدولية، وذلك خلال الجلسة التي جرت ضمن أعمال الدورة 67 للمؤتمر في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا. من داخل المبنى الشاهق انتصار سمع إيقاعه ليس فقط في العاصمة النمساوية فيينا، بل تردد إلى أبعد من ذلك ليكون خطوة تمثل صفعة على من أراد إخفاء إيقاعه. اعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسمية دولة فلسطين كان بمثابة رؤية لطالما حاول الكيان التعامي عنها. كان مؤخرا الحديث عن الشرق الأوسط الجديد لا يوجد فيه فلسطين من قبل رئيس وزراء الكيان نتنياهو في خطابه العبثي في الأمم المتحدة، يؤكد رؤى المستوطنين وساساتهم في طمس خريطة الوجود الفلسطيني. ليكون قرار الوكالة الذرية غير متوقع، علاوة على منح دولة فلسطين حقوقاً وامتيازات مهمة تسهم في تعزيز التعاون بينها وبين الوكالة والدول الأخرى. شكراً السيد الرئيس. أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدول التي قدمت وراعت وصوتت لصالح هذا القرار، وأدعو الدول التي امتنعت أو صوتت ضد هذا القرار إلى إعادة النظر في موقفها. لقد أقر القانون الدولي بأن فلسطين دولة ولديها مقومات الدول، وهذا ما فتح الباب واسعاً أمام دولة فلسطين لأن تنضم إلى العديد من المواثيق الدولية والمنظمات الدولية. محللون وجدوا أن لهذه الخطوة أبعاد عدة على المستوى الدولي تصب في صالح فلسطين التي سيكون لها حق أن تتقدم بطلبات لإجبار الكيان على التفتيش، خاصة أن المفاعلات النووية الإسرائيلية وتحديداً مفاعل ديمونة والمتضرر هو الجار الأقرب الجانب الفلسطيني، علاوة على أنه يكرس الاعترافات العالمية بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في إقامة دولته المستقلة بأغلبية ساحقة. رفعت الجلسة واتخذت خطوة تأتي في توقيت حساس لنتنياهو الذي كان يتمنى أن يحصد بعض ثمار الرحلة التي قام بها للرئيس الأمريكي جو بايدن في أول زيارة له، وصدر خلالها قرار بإعفاء الإسرائيليين من فيزا دخول الولايات المتحدة، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي سفن الكيان. أفاد مصدر أمني عراقي بالعثور على أكداس من العبوات ومواد شديدة الانفجار بعملية أمنية استباقية غرب الأنبار. ومع أنباء عن عمليات نوعية أطاحت باثنين من أخطر الإرهابيين في المحافظة، قال المصدر إن قوة من الحشد الشعبي نفذت حملة استباقية على خلفية معلومات استخباراتية
تفيد بوجود أكداس للعبوات من مخلفات إرهابيي داعش إبان سيطرته على قضاء راوه. تتواصل المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للأسبوع الثاني على التوالي في محيط القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم. بالمقابل وصل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى مدينة عطبرة في ولاية نهر النيل، وعلى الواقع استهدفت مدفعية الدعم السريع المناطق المحيطة بقيادة الجيش في الساعات الأولى من اليوم، فيما دارت اشتباكات في محيط القصر الجمهوري وفي أم درمان غربي العاصمة مدفعية الجيش منذ مواقع الدعم السريع بأحياء أم درمان القديمة بالقرب من جسر شنبات الرابط بين مدينتي الخرطوم بحري و هنأ الرئيس الروسي مواطني بلاده بمناسبة الذكرى الأولى لإعادة توحيد مناطق دوناتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجي مع روسيا الاتحادية. إلى ذلك أعلن حاكم مقاطعة خيرسون الانتهاء من الإجراءات الرئيسة لاندماج المقاطعة في قوام روسيا الاتحادية وتكاملها الشرعي والاقتصادي التام معها. عام على إنجاز بوتين الذي أدخله التاريخ من بوابة الثقل والعظمة. ظفر بوتين بأول ثمار عملياته العسكرية الخاصة في أوكرانيا بأقاليم أربعة باتت قبل عام من الآن بكل ما فيها روسية خالصة: دونيتسك، لوغانسك، خيرسون وزاباروجي. أقاليم أوكرانية قررت كما يقول أهلها العودة للأصول، وكما يشاطرهم الروس القضية على اعتبار أوكرانيا، كل أوكرانيا، كيانا سوفيتيا. في مراسم أقيمت في الكريملين في مثل هذا اليوم قبل عام، رسم بوتين مسارا جديدا للحرب الدائرة على أراضي أوكرانية، وهو يوم له تاليه وله من الأهمية ما جعل ملامح الصراع أوضح. انتهت مرحلة الرسائل المبطنة والتصعيد غير المباشر، دخلت الحرب بعدها الحقيقي، روسيا في مواجهة الغرب كاملا على أراضي أوكرانيا. يا روسي، حدث تاريخي طال انتظاره. يفرد بوتين في ذكراه الأولى مساحة كبيرة من وقته للاحتفال بمنجزه. يعلن يوم النصر عطلة رسمية في البلاد، ويرى أن روسيا أصبحت أكثر قوة بفضل سكان المناطق الجديدة. قبل عام في الثلاثين من أيلول سبتمبر وقع حدث تاريخي ومصيري حقيقي. لقد اتخذ الناس هذا القرار الواعي الذي طال انتظاره والذي تم اتخاذه بشق الأنفس، وقام به الشعب بشكل مشترك خلال الاستفتاءات. قرار يمتثل بشكل كامل للمعايير الدولية، وأظهر شجاعة وشخصية لا تنضب. طريق طويلة نحو اندماج الأراضي الجديدة في الحياة السياسية والاقتصادية الروسية قطعتها روسيا. يقول الروس الجدد إن الحياة تحت السيادة الروسية وضعت حداً لشعور السكان المحليين بأنهم يعيشون في عزلة، وأتاحت جلب استثمارات حكومية روسية ضخمة إلى المنطقة. أولئك هم 90% من المصوتين لصالح الانضمام، ولأجل أولئك تحدث بوتين عن مستقبل الأقاليم. روسيا ستقوم بعمل ضخم لإحياء وتنمية مناطقها التاريخية اجتماعياً واقتصادياً، وسيتم تحقيق هذه الأهداف. اليوم نصنع أيضاً مستقبلنا المشترك معاً، ونقوم بترميم وبناء المدارس والمستشفيات والمنازل والطرق والمتاحف والنصب التذكارية. روسيا واحدة، شعار بوتين الساعي للحفاظ على مجد روسيا وحماية فضائها بكل ما ملك، متجاهلاً الموقف الغربي الذي ما زال واضحاً بأنه لن يعترف بروسية الأقاليم الجديدة حتى إذا جرت مع مراعاة الأحكام الدولية كافة. ولكن ماذا يهم روسيا غير النصر فيما بدأته في أوكرانيا؟ أعلنت الدفاع الروسية تكبيد القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي خسائر بلغت 700 جندي بين قتيل وجريح،
وتدمير مستودعات للأسلحة. وقالت الوزارة أن القوات الروسية صدت جميع الهجمات على محاور دونيتسك، خيرسون وجنوب دونيتسك، فيما اعترضت الدفاعات الجوية الروسية 9 صواريخ من نوع أوراغان وهيمارس و25 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية. أعلن قائد قوات أحمد الروسية الخاصة أبيتي علاء الدينوف أعلن إحراز تقدم إلى جانب وحدات الجيش الروسي داخل أراضي كريمنسك وبيغوروفسك في جبهة دونباس. بالمقابل نشر رئيس الشيشان رمضان قديروف فيديو من محور أرتيوموفسك يظهر عملية أسر لخمسة جنود أوكرانيين في منطقة تحصنهم بالقرب من بلدة كليشيفكا. وفيما أوقف الجيش الروسي محاولة قوات أوكرانية الهبوط على جزيرة بولشوي بوتي ميكن عند مصب نهر دنيبر بالقرب من خيرسون، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن الدفعة الأولى من دبابات أبرامز وصلت إلى أوكرانيا. على درب اليوبارد وتشالنجر 31 دبابة من طراز أبرامز كدفعة أولى تصل أراضي أوكرانيا بعد تردد أمريكي يتخلله القلق، وهو ما أنذرت به موسكو على الفور. خسائر فادحة ستلوح مجددا في أفق مسرح العمليات على شاكلة ما حصل لسابقاتها، حتى بواسطة الأسلحة الروسية الخفيفة كصواريخ كورنت المحمولة والتي أثبتت جدارتها على تحييد تشالنجر سابقا، أي أفضل دبابة غربية في أوكرانيا. تذكروا كلماتي سوف تحترق. بهذه الكلمات لخص مسؤول أمريكي سابق مصير الدبابة أبرامز، وصفا تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز بأن واشنطن قد منحت الجيش الروسي 31 فرصة ليظهر للعالم أجمع كيف سيتم سحق هذه المركبات، ليعقبه رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بتحذير على غرار تصريحاته من عواقب نشر الدبابة الأمريكية على الخطوط الأمامية وفي أي اشتباك آخر. يبدو أن البيت الأبيض يقلل إلى حد كبير من إمكانات الجيش الروسي، اعتقادا منه أنه لا يوجد ما يعارض سلاحه السحري. لكن الجدير بالذكر هنا أن المخاوف المتعلقة بقدرة بقاء أبرامز على قيد الحياة تأتي بعد تدمير سابقاتها اليوبارد الألمانية والتشالنجر الأمريكية، وسحب كلتا الفئتين مباشرة من مخزونات الدول التي تشغلهما. فقد أثبتت ساحات القتال حول العالم أن الأسلحة الروسية المضادة للدروع هي الأفضل كفاءة ووزنا ودقة، ومنها قاذفات القنابل التي يمكن استخدامها ضد الدبابات كطائرات لانسيت من دون طيار وطائرات الهوليكوبتر التي تطلق صواريخ مضادة للدروع. أما الآن مشاهدينا فإليكم آخر أخبار الاقتصاد وكناز محمد. مساء الخير كناز. أهلا بكم مشاهدينا إلى مجموعة من أخبار الاقتصاد لهذا المساء، وبدايتها مع العناوين. اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تؤكد اعتمادها سياسات سعرية دقيقة وحساسة جدا وسعيها لإقامة توازنات عدة مخططة ومدروسة. إدارة بايدن تستعد لإغلاق حكومي محتمل بعد فشل مجلس النواب الأمريكي في تمديد التمويل. ماذا ينتظر الولايات المتحدة؟
أهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء أن السياسات السعرية دقيقة وحساسة جدا، وتسعى لإقامة توازنات عدة مخططة ومدروسة بين التكلفة والسعر والقيمة والقوة الشرائية وقوى العرض والطلب، مشيرة إلى أنها تنطلق في مقاربتها لملفات تسعير منتجات القطاع العام من سياسة إدارة السوق المحلية بما يضمن دورتي الإنتاج والاستهلاك الكليين. وقالت اللجنة في بيان لها إنها تنطلق اللجنة الاقتصادية في مقاربتها لملفات تسعير منتجات القطاع العام من سياسة إدارة السوق المحلية بما يضمن على السواء دورتي الإنتاج والاستهلاك الكليين، حرصا على ديمومة واستمرارية النشاط الاقتصادي. اختتم الوفد السوري مشاركته بفعاليات احتفالية يوم السياحة العالمي مؤتمر السياحة والاستثمارات الخضراء في الرياض بجلسات حوارية ركزت على الاستثمار في مستقبل مستدام للسياحة والسفر وتطوير المقاصد السياحية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد وزير السياحة المهندس محمد رامي مارتيني أهمية مشاركة سوريا بالمؤتمر لبحث تطوير العمل العربي المشترك لدعم القطاع السياحي، خاصة السياحة العربية البيئية التي ستكون لها الأولوية في محاور المؤتمر. وقال الوزير مارتيني إن المؤتمر مهم أيضا لأنه يقام في المملكة العربية السعودية وهي شريك سياحي أساسي للسياحة في سوريا. وزعت الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي 6880 كيلوغراما من بذار القمح، إضافة إلى 5160 كيلوغرام من السماد على المزارعين في قرى عدة بريف اللاذقية بهدف زيادة المساحات المزروعة بالقمح في مناطق الريف. وأوضحت الأمانة أن البذار الموزعة تكفي لزراعة ما يقدر ب 344 دونما من الأراضي بما يضمن الاكتفاء الذاتي لأكثر من 100 عائلة في تلك المناطق، مشيرة إلى أن عملها مع الشركاء هدفه استثمار موارد البيئات الزراعية وخبرات الأفراد التراكمية لتلبية احتياجات ومتطلبات العمل الزراعي ورفع جودة المحاصيل وصولا لتحويلها إلى مصادر دخل أكثر استدامة. عرضت ورقة العمل التي قدمها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد خلال ورشة تشاورية عربية استضافتها القاهرة البحوث والدراسات التطبيقية التي أنجزها المركز ومقترحاته لتطوير العمل العربي المشترك وتحقيق الأمن الغذائي. الورشة أقيمت تحت رعاية أمين عام جامعة الدول العربية وحضرها عدد من الوزراء العرب ومديري المنظمات. وتحدث المدير العام لأكساد الدكتور نصر الدين العبيد عن مساهمة البحوث التي أجراها المركز في تقليص الفجوة الغذائية وتنمية وتطوير الزراعة العربية. واستعرض العبيد رؤية أكساد لمواجهة التحديات البيئية القائمة وتأثيرها على النشاط الزراعي من خلال تنفيذ إعلان القاهرة الصادر عن الجمعية العمومية لمركز أكساد بدورته 36 حول التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية على المنطقة العربية. رفعت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني الطويل الأجل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية لسلطنة عمان إلى بي بي بلس من بي بي، مشيرة إلى أن آليات مواتية في قطاع النفط جنبا إلى جنب مع زيادة الإنتاج في القطاع غير النفطي ستحافظ على نمو الاقتصاد الحقيقي في السلطنة بين عامي 2023 و2026. وقالت الوكالة في بيان يعكس رفع التصنيف الائتماني تحسن مرونة الاقتصاد العماني في مواجهة الصدمات الخارجية على خلفية استمرار التوقعات الداعمة من قطاع النفط إلى جانب تقليص ديون الميزانية السيادية والإصلاحات الهيكلية الأوسع نطاقا. وتتوقع الوكالة الآن أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة 2% في المتوسط بين عام 2023 و2026 بعد عام من التباطؤ الناتج عن تخفيضات طوعية لإنتاج النفط.
قد تعلن الحكومة الأمريكية خلال ساعات الإغلاق إن لم يتوصل أعضاء الكونغرس إلى اتفاق على ميزانية السنة المالية المقبلة واعتمادها بعد فشلهم في إقرار مشروع القانون حول تمديد تمويل الحكومة، فماذا ينتظر الولايات المتحدة وما مدى خطورة ذلك؟ خطر البقاء بدون أجر يلوح في الأفق. أكثر من 4 ملايين موظف حكومي في الولايات المتحدة مهددون بالإغلاق الحكومي، وجميع الدوائر الحكومية ستترك دون تمويل في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق على الميزانية بعد فشل الكونغرس الليلة الماضية في التصويت على مشروع قانون الميزانية المؤقتة للولايات المتحدة الذي أعلنه الجمهوريون. الإغلاق الحكومي قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 أو 0.2، وسيجري الرئيس بايدن مشاورات مع قادة الكونغرس في أقرب وقت، وفرصة تجنب الإغلاق لا تزال قائمة. إجراءات التقشف المقترحة التي كانت تقضي بتقليص نفقات الميزانية بنسبة 30% مدمرة، وجمهوريون انتهكوا وعودهم بشأن تحقيق صفقة بين الحزبين، مما يقود الولايات المتحدة إلى الإغلاق المحكوم. أمور عدة تنتظر الولايات المتحدة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، لخصها الخبراء فيما يلي: ستجد الهيئات والمؤسسات الحكومية نفسها مضطرة إلى تقليص عملها في المجالات الرئيسة، وقد يكون هناك انقطاع في توريد المنتجات وتأخيرات كبيرة في وسائل النقل العام والرحلات الجوية، إضافة إلى حدائق مغلقة وجبال من القمامة في الشوارع، وكذلك التأخير في معالجة القضايا من قبل سلطات الهجرة والمحاكم، وإغلاق برامج التعليم ما قبل المدرسي الحكومية، ومشاكل في إصدار تراخيص المواد الغذائية والكحول. وفي محاولات وسعي لتجنب الإغلاق، دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي مجلس الشيوخ إلى وقف المساعدات عن أوكرانيا. أعتقد أنه إذا أضاف مجلس الشيوخ أوكرانيا وركز عليها بدلا من التركيز على الولايات المتحدة، فإن ذلك قد يسبب مشاكل حقيقية، والأموال المخصصة لأوكرانيا يجب شطبها من مشروع قانون الإنفاق المؤقت. في ظل الخلافات والجهود لتجنب الإغلاق، من المتوقع أن يحاول مجلس الشيوخ تمرير مشروع ميزانية قصيرة الأجل لتمويل الحكومة حتى 17 من الشهر المقبل، فالولايات المتحدة أمام مصير مجهول ومعلق لحين الاتفاق. إلى هنا وتنتهي أخبار الاقتصاد لهذا المساء، شكرا للمتابعة وعودة للزميلة وفاء وما تبقى من النشر. شكرا، يعطيك العافية. شكرا. إياد محمد زهران مخترع سوري يعمل في مجال توليد الطاقة وإنتاج الوقود الهيدروجيني، أعلن مؤخرا عن إطلاق منظومة التدفئة الهيدروجينية الخضراء الأولى على مستوى الشرق الأوسط والعالم بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة. الهيدروجين الأخضر هو الوقود القادم وهيدروجين ووقود المستقبل بديل عن المشتقات النفطية، وهو الصديق المثالي للبيئة. اليوم مشاركتنا من خلال وزارة الكهرباء اللي هي الداعم الرئيسي لهالاختراع وهالمنظومة هي اللي عم نشتغل عليها، هي للتعريف بمجال الهيدروجين الأخضر ومساهمته برفع عبء الطاقات تكاليف المشتقات النفطية بظل ارتفاع أسعارها وفقدانها. الهيدروجين الأخضر اليوم هو من الطاقات الصديقة اللي ما فيها انبعاثات كربونية. الحقيقة هلأ عم باشر بأول تطبيق له اللي هو التدفئة، نقدمه كوقود بديل للتدفئة. الميزة فيه أنه نحن بالنسبة للتدفئة ما عاد عنا طرد لنتائج الاحتراق اللي كانت تحوي على CO2 وهي غاز خانق،
بينما هون نحن لا، الاحتراق عندنا نقي وهواء نظيف H2O، يحتاج فقط الى سحب رطوبه ونرجع يعني نعمل عمليه ريسايكل للهواء الساخن اللي كنا نطرده، صرنا ندخله للمكان اللي عم ندفيه بحيث انه نستفيد من الطاقه بشكل مضاعف. هذا هو الهيدروجين الاخضر بكل بساطه. أشارت مصادر طبية روسية إلى 4 أطعمة تساعد في التغلب على نزلات البرد، منها عسل النحل والبيض ومشروبات الفاكهة. الفصول الانتقالية مقترنة على الدوام بأمراض وأعراض باتت معروفة للمرء ومعتادا عليها، إلا أن أمدها مرتبط بكيفية التعامل مع تلك الأعراض وعلاجها. ومع اقتراب فصل الشتاء، كثير من الأشخاص يتعرضون لنزلات البرد التي تصاحبها أعراض مؤلمة ومزعجة، مثل احتقان أو سيلان أو انسداد الأنف والشعور بالضغط في الجيوب الأنفية وفقدان حاسة الشم أو التذوق والعطاس وغيرها من الأعراض. 4 أطعمة أشارت إليها مصادر طبية يمكن أن يؤدي تناولها إلى التغلب على نزلات البرد، وفي مقدمتها عسل النحل. فعند الإصابة بنزلات البرد والزكام يفضل أخذ كمية من العسل في الشاي مثلاً وبكميات قليلة. أما المنتج الثاني من الأطعمة التي نصح بها فهي البيض، وذلك لغناه بالبروتينات ذات القيمة البيولوجية العالية وبالفيتامينات B2 وB3 وحمض البانتوثنيك B5 وB6 والفيتامينات الحيوية والضرورية. منتجات أخرى يمكن أن تساعد بالتغلب على نزلات البرد كانت قد أشارت إليها تلك المصادر الطبية، وهي مشروبات الفاكهة ومنقوع الفواكه والثمار المجففة. فالمصاب كما هو بحاجة إلى البروتين والمواد المضادة للالتهابات، هو بحاجة أيضاً إلى أطعمة تمده بالطاقة عند تعرضه لتلك الأمراض. إلى عناوين هذه النشرة. كنا 8 ساعات إلا بساعتين نكون بحلب. ممر التايها في ريف حلب يعود للعمل بعد أكثر من 3 سنوات على توقفه. الفلسطينيون يعلنون الإضراب الشامل في رام الله والبيرة، والاحتلال يواصل خنق القطاع في غزة. عام على انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا، وخيرسن تنهي إجراءات الاندماج. شكراً لكرم المتابعة، إلى اللقاء.